الحقيقة ظاهرة دور الصفيح هذه من الظواهر التي تؤرقنا نحن كساكنة ديال مقاطعة المعارف وكفاعلين جمعويين. كنشوفوا مثلا مناطق اخرى بحال الحي المحمدي بحال عين سبع حاولوا على انهم يتغلبوا على هذه الظاهره هذه ويعطيو الناس يعني مساكن تأويهم. حنا مع الاسف كنتواجدوا في منطقه حساسه اللي هي منطقه درب غلف اللي كتضم واحد السوق ليس محلي ولا وطني, هو سوق عالمي اللي هو جوطيه درب غلف. كنشوفوا بجواره كاينه واحد البؤره ان صح التعبير ديال دور الصفيح, ومع الاسف يعني كنشوفوا على انه ما كانش واحد تسريع ديال الوتيره ديال محاربه الظاهره هذه. لذلك كندعو مجلس مقاطعة المعارف بأنه يسلك واحد المسلك ديال محاربة الظاهرة هذه, خاصة أن الخطب الملكية ديال جلالة الملك حثت في أكثر من مناسبة من أجل محاربة الظاهرة هذه وإيجاد بدائل حداثية معاصرة ترقى بالمواطن المغربي, لأن الساكن والمواطن ديال هذه المنطقة في الحقيقة ما كيتسهلش هذا الشيء. ويكفيه شرفا بأن جلالة الملك الحسن الثاني في خطابه سنة 82 يعني قد أثنى على الساكنة ديال درب غلف وسماهم بالرجال. فكنتمنوا من مجلس مقاطعة المعارف على أنه يأخذ واحد البادرة إيجابية من أجل محو آثار هذه الظاهرة التي لا تشرف المنطقة ديال درب غلف ولا كذلك مقاطعة المعارف ولا كذلك عملة أنفا. أخويا كنعانيو من الزبل بزاف أخويا, حيدوا دور الصفيح وداروا لنا زبالة هنا اللي كيجي كيلوح فيها اللي كيجي, ما عرفناش شكون المستفيد في هذا الشيء. المخزن كاين, السلطات كاينه, كل شيء كاين, والزبل كيبقى يتلاعب بحال ما هكا كيبقى يتلاعب بهاد الكثيرة. شوف هاشا شوف كي ولات الدنيا كلها ولات ما, وبنادم كاع بقى كيجي السوق كاع لهنايا كاع ما كنفهمو حتى شي حاجة, كيجي وكيزو شوية ديال الزبل وكيخليوها بحال ما هكا. جاو المرة الأولى نقاوها ديال بصح صافي ولات الدنيا نقية وشوية حتى كيما كتشوف راه بنادم ما تيكيتش حتى تيوقف هنايا ما كيتش يوقف. ها حتى كيما كتشوف أخويا هذا راه ماء صالح للشرب اللي كيخرج من هنا, راه يوم فرقع دابا راه جايه شي شهر ما كاينش اللي مسوق ليه. شو الدنيا كي ولات هنايا بالماء, وفي نفس الوقت هذا الماء كيدير لينا الخنز هاك حتى كما كتشوف. عاوتاني شو الزباله ليه, شو العافيه شي راه لا يعقل لا اله الا الله. ما تا خويا شوف عاوتاني ليه زيد اخويا زيد حتى كما كتشوف. ما تا المره الاولى كانت الدنيا خاويه مني جاو حيدو الكاريان كانت الدنيا خاوية, دابا كما كتشوف هات راه طايرة بقر وعوا هي اللي كدور والدخاخن والوسخ صافي ما كاين حتى شي حاجة أخرى. وبنادم بدا كيقول لك يهرب من هاد القنت هذا بصفة نهائية. من لك أسيدي هاد السوق هنا لي 55 عام هنا وحنا هنا ولا هنا كلشي زبالة هنا, تا واحد ما تلاقي لحقنا هنا السوق, راه ولينا باركين روسنا كنشوفو. والسوق ما بقاش كيما كان هنا, ولا كانوا يجوا عندنا الناس الخضره وكل شيء ما تلاقيش عندنا حش كل شيء هنا, ولا هاد الزباله حتى واحد ما تلاقي لحقنا.